بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعينا في كل مكان في قناة الزراعة في مصر وأسعار الخضار. متابعينا في كل مكان، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، عايزين نوصل الفيديو ده 1000 لايك. لو في أي متابع جديد أول مرة يشوفنا ما ينساش يشترك في القناة بالضغط على كلمة اشتراك باللون الأحمر أسفل الفيديو وتفعيل زر الجرس ليصلك كل جديد. نخش يا جماعة في الموضوع على طول. في الفيديو ده هنعرف فرق أسعار الخضار في شهر رمضان وبعد شهر رمضان. هنعرض كل نوع من الخضار في رمضان وبعد رمضان، يعني مثلا هنعرض أسعار مثلا الطماطم في رمضان وجملة وقطاعي، وهنعرض أسعار الطماطم اليوم جملة وقطاعي. هتلاقي فرق طبعا مش هتتخيله أبدا. يعني مثلا أول نوع في الخضار عندك مثلا الخيار، كان في شهر رمضان جملة كان من 4 إلى 5 جنيه في سوق العبور، تمام، ده في شهر رمضان. الطاعي من 9 إلى 10 جنيه للكيلو في شهر رمضان. بعد رمضان يا جماعة اللي هو النهاردة بالتحديد من 1 إلى 3 جنيه أعلى وأنضف حاجة، ده في سوق الجملة. الطماطم يا جماعة في رمضان كانت العداية من 180 جنيه إلى 270 جنيه، أنضف حاجة 270 جنيه. كان وزن العداية 20 كيلو، ده اللي معروف حاليا وفي رمضان وفي أي وقت يعني، تمام. كان سعر الكيلو الطاعي من 18 إلى 25 جنيه. والأماكن يا جماعة بتختلف طبعا في الأسعار وبتختلف حسب الزرع. الطماطم بعد رمضان يا جماعة العداية النهاردة من 100 جنيه إلى 160 جنيه أعلى حاجة في الجملة. سعر الكيلو اليوم في القطاعي من 9 إلى 13 جنيه، وفي تجار قطاعي بتبيعها ب15 جنيه. الشطة يا جماعة في سوق القطاعي كانت في شهر رمضان من 35 إلى 40 جنيه. الشطة البامية يا جماعة في شهر رمضان، وده كان ترند البامية يعتبر، كانت من 60 جنيه إلى 70 جنيه وممكن 80 جنيه في الجملة. كان سعر الكيلو قطاعي من 120 إلى 125، وكان في ناس بتقول إن هي ب150 جنيه، يعني كأنك كنت بتجيب لحمة يعتبر. طيب النهاردة بالتحديد سعر كيلو البامية في الجملة من 25 إلى 30 جنيه البامية الخضراء. البامية الحمراء يا جماعة من 30 إلى 35، ممكن تصل 40 جنيه في الجملة. البتنجان يا جماعة من 4 إلى 5 جنيه، ده في شهر رمضان، وقطاع من 6 إلى 7 جنيه في رمضان. دلوقتي من 1.5 إلى 2.5 جنيه جملة. قطاع بيتباع بره بـ4، ممكن 4.5 في القطاع. ورق العنب كان في شهر رمضان من 15 جنيه إلى 18 جنيه في الجملة. الطاعة كان بيتباع بره من 25 إلى 30، وممكن كان يصل 35 جنيه لكيلو ورق العنب. دلوقتي النهاردة بالتحديد من 5 إلى 8 جنيه في الجملة ورق العنب. نستكفي بالأصناف دي علشان ما نطولش عليكم، وانتظروا الجزء الثاني إن شاء الله من مقارنة الأسعار بين شهر رمضان وبعد رمضان، يعني هنعرض ليكم باقي انواع الخضار، نعمل لها مقارنه زي كده كل نوع لوحده ان شاء الله. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.